مرحبا أعزائي متابعي صفحة اليوفنتوس، أنا طبعا سبت الدوام، حبيت ذكرتكم، حبيت أحكي لكم شي موضوع بسيط عن اهتمام أسنانكم هسه خلال الفترة هاي، حتى تجنبون تجون عندنا إذا يعني صعدكم وجع أسنان، حتى ما يصعدكم وجع أسنان، فمهم جدا الفترة هاي تفريش أسنان وتهتمون بها أكسترا. إذا واحد ما فرش أسنانه وما استعمل خيط أسنان يصير عنده التهاب اللثة، يصير وجع من اللثة، يطلع دم، بعد حين يصير وجع قوي يعني، في تحتاجون وقت تجون على طبيب الاسنان، وهذا الشيء احنا نحاول نتجنبه هالفتره هاي، نطلع زياره زايده عن يعني تطلعون خارج البيت، لانه هسه مهم جدا الواحد يبقى بالبيت وكارنتان يعني. اللي حبيت اقوله تفريش اسنان يوميه، مره الصبح مره بالليل، الفرشه ناعمه تكون سوفت او اكسترا سوفت. معجون اسنان اهم شيء يحتوي على فلور فلورايد، يعني ما تفرق اي معجون اسنان، يحتوي على 1450 بي بي ام وفرشه ناعمه الصبح والليل. وأهم شيء بالليل الواحد ما يصير ينام إذا ما فرش أسنانه، كلش كلش مهم تفريش بالليل. الشيء المهم الثاني خيط الأسنان، خيط الأسنان يوميا الواحد يستعمله لازم بين الأسنان ينظفها، يعني قبل الواحد ما يستعمل فرشة وينظف الفرشة ما يقدر يدخل بين الأسنان، فمهم جدا المضمضة، قصدي خيط الأسنان. الشيء الثالث السحش عليه يعني المضمضة، مضمضة جدا مهمة، مضمضة تكون تحتوي على فلورايد. وقت الظهرية واحد لازم يتمضمض، أكثر الناس يسوي الغلط هذا إنه واحد يفرش أسنانه ويتمضمض ديركت ورا التفريش، وهذا شيء غلط، لازم واحد يتمضمض عصرية أو ظهرية، فبحيث إنه يحصل على فلورايد الصبح بالتفريش بمضمضة ورا الظهر عصر، وبالليل تفريش مرة ثانية يحصل 3 مرات فلور على أسنانه، فلور مهم جدا وخلي التسوسات إذا ممنع التسوسات وخلي التسوسات إذا أكو تمشي شوي أبطأ تمشي. هاي بالنسبة للتفريش والاهتمام بالأسنان. الشيء المهم أيضا حب ذكراني الاكل، باعتبار احنا قاعدين بالبيت وايع عندنا ناكل يعني، فبالنسبه للاكل نكون 4 إلى 5 وجبات باليوم، بين وجبه ووجبه لازم الاسنان ترتاح 2 إلى 3 ساعات بين وجبه ووجبه، ما يصير اي شيء واحد ياكل تمراي او عمبايه او اي شيء يدخل يعتبر وجبه للاسنان، فاذا اكلت الريوق وراها 2 إلى 3 ساعات الوجبه وراها، او غدا نفس الشيء ورا 2 إلى 3 ساعات، اذا مشتهين شيء حاولوا تفكرونه لازم ناكله ويا الغدا ويا العشاء، ما يصير اي وقت اشتهي شيء اروح اكل تحت الثلاجه واكل شيء غلط وياثر على الاسنان ومشاكل تسوي بالاسنان، فهي حطوا يعني دائما تفكروا بهذا الموضوع جدا جدا مهم هسه بالكورونا وبعد ورا الكورونا، اهم شيء واحد تفريش والاكل مو اي وقت واحد يريد يعني ياكل. بس هذا حبيت اقوله، وموضوع ثاني شوي يختلف عن الكورونا باعتبار هسه هوايه كورونا كورونا، فان شاء الله تستفادون منه. تحياتي لكم دكتوره فرح.